يا ماما. مالك يا اختي اتفزعتي قوي كده ليه؟ هو عايش مع حد غريب؟ ده هيعيش مع ست وجده، واذا كنت انت خايفه عليه هرات احنا نخاف عليه 10. يا بنتي ده لولا انا وابوكي عايشين لوحدنا وشنا في وش بعض ما كناش فكرنا في الحاجات دي خالص. عايزين ياخد بحسنا. ما تاخدي عيل من عيال شاديه، هي عايشه في السويس على الاقل يروح ويجي على كيفه. هي انا قوي يا بدريه يا بنت، ابنك خطف قلبي انا وابوكي، اللي كنت بقى يعني خايفه عليه ومستخسره فينا. مش القصد يا ماما، خالد مش هيرضى. مالكيش دعوه انت بس بخالد، قولي اه. ماليش دعوه يعني ايه؟ مش هو اللي هيقعد. ماشي نساله ونحتكم له، موافقه؟ نساله يا ماما. خالد، واد يا خالد. ايوه يا ماما. تعالى يا حبيبي، ستك وجدك عاوزينك تقعد معاهم هنا في مصر وما ترجعش مع ماما السعوديه. بجد يا ستي؟ يخيبك يا واد، وانا اللي فاكراك هتقول لا. وهو ما قالهاش. ولما يعيط ويقول عايز ارجع تاني؟ مش هعيط. شاطر يا حبيبي، طول عمرك راجل. تعالى في حضني، تعالى يا حبيب ستك، تعالى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا احمد؟ الحمد لله. امال الاخت هنا فين؟ هنا عند العميد. بتعمل ايه؟ معرفش يا احمد، بس يعني هي مش هتروح للعميد لله في الله. طيب وانا ممكن استاذن حضرتك يعني لو تروح تشوفيها خلصت العميد ولا لسه؟ طب ايه رايك لو نروح مع بعض؟ ياكل طبعا، اتفضلي يا اخت هناء. استاذ احمد انت فين؟ انا موجود، اول ما محمد قال لي جيت على طول. خير؟ للاسف مش خير خالص. طب يا هناء انا هستنى في الكافيتيريا برا. لا يا لميا خليك، انا عايزاك. في ايه يا اخت هناء؟ على فكره ما بحبش كلمه يا اختي دي. اسف. في ايه يا هناء؟ انت ما عرفتش بقى انهم رافضين يعملوا اي معرض في اي كليه السنه دي؟ ايه يعني ايه ما عندناش معرض السنه دي؟ لا مفيش. انت عشان كده كنت عند العميد؟ ايوه. طب وعرفتي ايه السبب؟ لا انا ما تهمنيش الاسباب خالص على فكره، دلوقتي ما تهمنيش الاسباب، انا كل اللي يهمني النتائج اللي هتحصل. وايه اللي هيحصل بس؟ يعني ايه اللي هيحصل؟ انت ناس ان احنا واخدين ميزانيه كبيره من الاتحاد علشان خاطر المعرض ده؟ طب احنا مش ممانعين في حاجه، دي ظروف امنيه تخص الجامعه. طب واحنا ايه بقى اللي خلينا نعمله في الجامعه يا هنا؟ امال هنعمله فين بس؟ في المدينه الجامعيه. طب وهو ايه الفرق بين المدينه الجامعيه والجامعه؟ الطلبه هم الطلبه، المشاكل هي المشاكل، كل اللي هيزيد المساله القانونيه. بقول لك ايه، انت عارف كويس قوي ان انا ما يهمنيش موضوع المساله القانونيه اللي انت خايف منها دي. انا كل اللي يهمني ان انا ارجع الاعتماد اللي اخدته من ميزانيه الاتحاد في مكانها الصح، والمكان الصح بقى هو اني انفذ اللي انا قلت عليه. هناء ممكن تهدي؟ احمد في مكانك ويمكن اسوأ يا هناء. انا ماليش دعوه بيه. ليه مالكيش دعوه بيه؟ اهو كده بقى وخلاص، ماليش دعوه. بقول لك ايه، انا خلاص قررت، انا هعمل المعرض في المدينه الجامعيه. ما هو مش هينفع. وانت مالك؟ انا هتصرف، يا اما ترجع الفلوس. منك. استني بس يا ماما. ايه يا بنت عايزه ايه تاني؟ هو انا مش بكلمك؟ لو هتكلمي في نفس الموضوع بكلمي بقى قدام ابوك يا عرفان. عرفان انت بتخوفيني يعني يا ماما؟ يا اختي وانت يا بنت بتخافي يا بنت؟ وانا مش عارفاكي؟ ده انت قادره. وبعدين تعالي هنا، ابوك هو اللي طالب وجوزك اللي وافق، جايه لنا ليه؟ مصدعه دماغي ليه؟ ما تكلمي قدام ابوكي يا عرفان. جرى ايه يا ام بدريه؟ تعالي يا اخويا شوف بنتك. خير؟ في ايه يا بدريه؟ اتخرصتي ليه يا اختي؟ ما تتكلمي ولا مش عايزه تتكلمي قدام العيال؟ اخرجهم لك؟ وتخرجيهم ليه؟ ماشي. بنتك يا اخويا مش موافقه على موضوع خالد. وماله موضوع خالد؟ بصراحه يا بابا انا مش عاوزه خالد يبعد عني، ما اقدرش استغنى عنه. ولو عاوزين حد ياخد بحسكم خلاص خدوا اميره. انت مش عارفه انا اتعلقت بالواد خالد ليه؟ عارفه يابا، عارفه ان طول عمرك نفسك في واد، وانا كمان طول عمري نفسي في راجل. وجوزك اللي معاك ده ايه؟ مش راجل برضه؟ راجل وكل حاجه، بس انا عاوزه راجل اربيه على ايدي يبقى سندي وظهري، واظن مفيش احسن من ابني. لو انت فكري لما تربي ابنك بمعرفتك هينفع؟ بيقابليني اهو ابني بقى وانا حره فيه. والغلبانه دي مش بنتك برضو ولا ايه؟ ما ترد على امك. اسمعي انا مش عايز رغي تاني في الموضوع ده، انا سالت صاحب الشأن وموافق، والواد كمان موافق، مش كده خالد؟ ايوه يا جد. تعالى حبيبي. اميره مالك؟ تعالي هنا. بتعيطي ليه؟ عشان انت عاوزه خالد تسافر معاكي ومش عاوزاني. انا قلت كده؟ ايوه قلت انت تاخده اميره وسيبه خالد. شفتي كلامك اللي مش محسوب عمل ايه؟ هتعقدي البيت. ما تعيطيش يا اميره يا حبيبتي، انا ما اقدرش استغنى عنك ابدا، لا انت ولا خالد. وبعدين ده انت اخر العنقود، يعني اعز واحده عندي في الدنيا كلها.
تعالي حبيبتي. السلام عليكم. اهلا يا اهلا بكتير دكاتره مصر. كرسي يا مسعى. الله 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 الله، مش واسع عليا كبير دكاتره مصر. مفيش حاجه توسع عليك يا غالي. تشرب ايه؟ اجيب لك معسله؟ لا ما انت عارف ان ماليش فيها يا حاج. ما هو لازم تشرب حاجه يا نجيب غدا. الشاي بسرعه على مسعد للدكتور. وناوي تحمل البضاعه امتى؟ والله يا حاج انا مش جاي عشان احمل البضاعه للاسف، انا جاي عشان مش عايز البضاعه. مش عايز البضاعه؟ شكرا يا دكتور. شكرا. وماله يا سيدي؟ مش عايز البضاعه، ما تاخدهاش. روح يا شيخ، الله يوسع عليك ويكرمك ويبارك فيك يا حاج. طيب بعد اذن حضرتك، يعني كان في 8000 جنيه عندك. وكمان كان في 8000 جنيه عندك ولا نسيت؟ لا 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 لا، انسى ازاي يا حاج؟ فاكر طبعا والله، كنت اجيبهم معايا، بس نقول ايه، قدر الله وما شاء فعل. ونعم بالله يا سيدي، بس والنبي والنبي ما تبقاش تتاخر علينا بالزياره، انت انست وشرفت. الله يبارك فيك يا حاج، ما تقولش كده، احنا اخوات ما اقدرش اتاخر عليك. طيب بالنسبه لل 8000 جنيه يا حاج، هم هنا ولا في البيت ولا ايه؟ 8000 جنيه بتوع ايه يا دكتور؟ بتوع يا حاج، فلوس. فلوس ايه؟ ما انت لسه قايلها لا اله الا الله، قدر الله وما شاء فعل يا شيخ. بقى انت مدفعني 16000 جنيه في بضاعه ما انتش عايز تشيلها، وجاي كمان عايز 8000 جنيه؟ طيرت مين ده يا ناس؟ طيرت مين ده يا ناس؟ فلوس يا جدع. فلوس ايه يا عم؟ اسمع بقى يا جدع، انت فلوسك اترجمت لبضاعه، يعني انت مالكش عندي غير بضاعه، ومش هتاخدها لما تدفع بقية الفلوس، وكده يبقى خلص الكلام بينا يا حل. لا اله الا الله، يعني ايه خلص الكلام يا حاج؟ فلوس يا جدع، البضاعه اللي كنت اخدها منك خلاص ما بقالهاش باب رزق، اعمل ايه؟ اعمل اي حاجه، اقول لك ارميها في المالح، ولا يا اخي ولع فيها بجان، ولا اقول لك البسه. ما هو مالك وانت حر فيه؟ البسه؟ لو انت فاكر ان انا هسكت يا حاج، قسما بالله اجيب لك عليها واطيها. ما بلاش تقول كلام ما انتش قده، ده اتفاق وانت اللي بوظته. ويكون في علمك هما 8 ايام ما لهمش تاسع، لو ما جبتش الفلوس لا ليك عندي لا فلوس ولا بضاعه، وقدر الله وما شاء فعل يا سيدي. السلام عليكم. مالك يا بدريه؟ ما بترديش السلام ليه؟ سيبني في حالي يا فتحي، كفايه بختي مال من يوم ما عرفتك. الله يكرم اصلك. على العموم شكرا، بس من حقي برضه اعرف مالي. بلاش مالك انت، مالها البت اميره؟ امي بتقول ان هي من ساعه ما جت من عند جدها وما بطلتش عياط. ما انت السبب. لا حول ولا قوه الا بالله، ليه انا عملت ايه يا بدريه؟ فتحي انت من زمان عارف ان دمنا مش راكب على بعض، يعني من الاخر كده ملناش في بعض، صح ولا انا بفتري في كلامي؟ والله ما عارف ارد عليك اقول لك ايه يا بدريه، ربنا وحده بس اللي يعرف اللي في القلوب. وبعدين ده نصيب، وبقى بينا عيال. العيال اديك جبت التايهه. تايهه اللي انا جبتها؟ انا عايز عيالي الاثنين يتربوا تحت عيني وفي حضني. هو ده الكلام بالظبط اللي انا قلته لابوكي، بس هو قال لي وافق انت ومالكش دعوه ببدريه، دي بنتي وانا هقدر عليها. ما انت اللي قوتهم عليا. هو في حد يقدر عليك يا بدريه؟ وبعدين هم مين دول اللي انا قوتهم عليك؟ كلهم، ابويا وامي وخالد واميره. انت بس اللي مش لاقيه لي غلطه. وبعدين بصراحه بقى انت متزوده الموضوع ده ومكبره زياده على اللزوم. هو مكبره يا فتحي، ولسه هكبره زياده كمان. ما كنتش فاكرك ان الواد خالد هيبعد عنك وهيقطع بيك انت لوحدك. ما هيقطع بيا انا كمان، ده ابني وحبيبي. اه طبعا، بس احبب مع على قلبك يا اخويا تلاقي اللي يشيل عنك، ياكل ويشرب ويكسي ويصرف، والاسم في الاخر ابنك. خلاص خلاص يا بدريه، ولا تزعلي نفسك، اعتبري الكلام اللي حصل بيني وبين ابوك ده كانه ما حصلش، اعتبريه لاخي. وانا بكره ان شاء الله اقول له ان انا وانت اتفقنا على اتفاق تاني خالص، وان خالد ان شاء الله هيرجع معانا السعوديه. قلت ايه بقى؟ قلت لا طبعا. هو انت هتفرق بيني وبين ابني؟ يا توقع بيني وبين ابويا؟ هو عندي وخلاص يا بدريه. ايوه بقى عند، ومن هنا ورايح هتقول يمين هقول شمال، حتى لو عايز